اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم هوايات. والله انا بديت من عام 1403، يعني وانا بثالث متوسط بديت بهذه الهوايه. المسباح ذات تقول تسبح لكم مسباح كم سنه؟ هذا له 105 سنوات. هذا مقاس، هذا مقاس زين. طبعا على حسب شو اسمه، يذاب الرصاص ويصب هنا مع الفتحه هذه. انا عندي خنجر، الخنجر هذه هذه مكتوب عليها طبعا واسم راعيها عام 742. الساعة هذه ماركة بيجبن، هذه مكتوب عليها بيجبن. نعم. زين، وهذه كلها ساعات قديمة. هذا الدباب صار معي، هذا عمر الدباب فوق 70 سنة.